ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الاسد هنتكلم على توقعات الاسبوع الثالث لشهر مايو لعام 2022. مبدئيا احنا عندنا فتره هتبقى حلوه كتير جدا جدا، من المصالحات، من العلاقات الجيده، من التحسن في الحاله النفسيه جدا جدا، كمان فيها تحسنات صحيه بتكون متواجده. لاي حد عنده مشاكل صحيه، سواء صحه جسديه او صحه نفسيه، اقدر اقول لك ان بدايه الاسبوع ده في انطلاقات جيده وتحسنات مميزه كتير بيعيشها برج الاسد. طيب برج، وعلى فكره، ولا خلينا نبقى نقولها دي في التوقعات الشهريه لانها هتبقى فتره مؤقته، بس مؤقته كبيره يعني نقدر نستفاد منها جدا، من التحسنات القويه. طيب بالنسبه لي شكل الايام، خلينا نبدا الاول من توقعات الاسبوع. شكل الايام بالنسبه لنا ايه؟ وضعيه الايام بالنسبه لنا ايه؟ طيب احنا عندنا في ايام هتبقى لذيذه كتير، حلوه كتير، خلينا نبدا بيها. هو يوم بالنسبه لك 17 ويوم 18، يومين حلوين جدا. القمر بالمنزل الخامس ببرج القوس ليك، هيكون هنا عندنا في علاقات حلوه، في كتير اخبار جيده، سواء بمواليد، سواء باولاد، سواء باحد الاخوات، يعني في اخبار حلوه عن الاخوات، هيكون عندنا اخبار حلوه ليها علاقه بزواج اب والام، يعني من الاخر كده العلاقات اللي تعتبر من الدرجه الاولى. برج الاسد هيكون في كتير من توطيد علاقات وتصليح علاقات، وده قد ايه شيء بيسعدك جدا، بتحس انك مش لوحدك كتير خلال اليومين دول، في تجمع حلو قوي 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 ومثير للنفس بشكل ايجابي. برج الاسد بالنسبه لنا عندنا الايام اللي مش، على فكره في يومين برضو حلوين جدا اللي هو يوم 21 و22، نتيجه ان الشمس هتكون موجوده ببرج الجوزاء، اصلا ده منزل العلاقات بالنسبه لك، يعني منزل ال11 بالنسبه لك، ففترة هتكون رائعة جيدة متميزة جدا. يجب استثمار اليومين دول 21 و22، لأن القمر كمان موجود ببرج الدلو، فده هيأثر كتير عليك بحالة من الدعم، شركاء داعمين، أشخاص واقفين معاك بشكل كتير قوي ومميز. فأنت يا برج الأسد عندك قوة حقيقية أنت بتعيشها خلال الأيام دي. طب الأيام الضاغطة عليك، هو الايام الضاغطه بالنسبه لك يوم 19 ويوم 20 في اكتمال لامر صحي، في اكتمال لامر قانوني او قضائي، في بالنسبه لك حاجه بتحاول ان انت تخلص منها، يعني عارف فكره الهم، المشكله، الامور الجدليه، ان انت تحاول تخلص منها، عندك ده جدا. فاذا عندك محاولات لان انت تثبت نفسك، ان انت تقوى على نفسك، ان انت تخرج من مشكله، ان انت تخرج من ازمه، انك تكون قد الامر اللي قدامك جدا، عندك ده. فده متطلبات زياده، يعني في هتحس بعبء شويه، بس نصيحتي ليك في اليومين دول ان انت على قد ما تقدر، ان انت مفيش اي مانع ابدا يا برج الاسد ان انت تقول لحد اقف معايا، مفيش اي مانع، مش حته، يعني مهما بلغ قوه الشخصيه، واني انا ابقى عندي فكره اللي هو عدم تقبل ان انا اقل بكرامتي مثلا، يعني ان انا اقول لحد اقف معايا او ساعدني او انا مش قادر او انا مش عارف ايه، مش حلو. احنا كلنا في حياة بعض ان احنا مكملين لبعض، على الاقل يا اخي او يا اختي، ان احنا لو عندنا شخص طلبنا منه مساعدة ما وقفش جنبين، عرفناه، علمنا عليه علامة خلاص ان احنا مش هنسأل فيه تاني. فاذا انت بتعرف الشخص اللي قدامك، بتعرف الشخص اللي قدامك، فاذا ما انتم مقضينها جدعانة. برج الاسد ده شخص او شخصيه مقضينها جدعانه مع طوب الارض، يجوا هم يقولوا يا موقف سندنا حد فيه، فما يعني ولا قليل قلة قليلة. المهم يعني، فهيكون عندك النصيحة اللي هي في خلال يوم 19 يوم 20 ان انت اطلب دعم من حد، دي ما فيهاش اي مشاكل تماما ولا تقل منك تماما. طيب برج الاسد في يومين تانيين ممكن يكونوا صعبين، هو في يومين تقال شوية اللي هو يوم 15 يوم 16 على وجهة خاصة. ليه؟ لان هيكون عندك متطلب مهم جدا، مشوار مهم جدا، حاجة أقدر أقول إنها ليها علاقة بالمستقبل، ليها علاقة بالأيام اللي جاية، تمام؟ فهيبقى هتبقى مجبر على المشوار ده، مجبر على الأمر ده، مجبر على المتطلب ده. فهنا نقطة الضغط بس، يعني هنا الضغط بس متواجد بهذا الشكل. طيب برج الأسد بالنسبة ليك للأمور المهنية، الوضع المهني بالنسبة لك هيبقى عامل إزاي؟ في نجاح حلو قوي،
في تمايز حلو جدا. طبعا كوكب المشتري كمان ما ننساش ان هو موجود ببرج الحمل، يعني الفتره خلاص بقى فتره بالنسبه لنا موجود ببرج الحمل ده لحد يوم لحد اخر شهر يوليو 28 يوليو، فانت بالنسبه لك عندك ايجابيات لذيذه كتير. طيب انت عندك في دعم حلو قوي في الشان المهني، اشخاص هيقفوا معاك، عندك راحه في الامور المهنيه، عندك عارف فكره اللي هو بتتخلص من ازمه، عندك في حد بيخلص لك مشكله، في نهايه من المشاكل، نهايه من الامور الجدليه، ده الشان المتواجد عندك يا برج الاسد. جو حلو في الشان المهني، تصالحات مهنيه، راحه في الشان المهني، عارف فكره كده ان انت خلصت معضله في الامر المهني ده اللي عندك، خلصت مشكله في الامر المهني ده اللي عندك، راحه مهنيه ده اللي عندك، فاذا بتحس بالاجواء الهاديه اللطيفه في الامور المهنيه، مش متطلبات كتيره في الوضع المهني. اما بالنسبه للامور الماليه او الوضع المالي هيبقى بالنسبه لك الامر سهل، يعني مش في تعثر ومش في تيسر، لكن الدنيا سهله ماشيه، عارف كده لما يبقى الوضع المالي بالنسبه لك ماشي، عارف تلاقي حل في الامور الماليه عندك ده جدا. في مساعدات كمان ماليه، يعني في حد ممكن يدعمك بالوضع المالي. طيب يعني الحاله النفسيه بالنسبه لك هتبقى لطيفه، ممكن في مشكله في ضغط حبتين هتتحل هتقضي، عارف الجو ده اللي هو الحاله النفسيه لما تجي لك اللي هو مش قلقان من مش قلقان من حده اني انا اكون عندي مثلا مشكله او لا، عارف ان الدنيا تتحل، الدنيا بالنسبه لك تبقى سهله، عارف ان ربك هيرزق فيها، فعندك ده جدا. اما بالنسبه بقى للوضع العاطفي رائع حلو جدا، كوكب الزهرة موجود ببرج الحمل، وده ان دل فيدل على ان احنا عندنا تحسنات عاطفية حلوة كتير، عندنا دعم عاطفي، عندنا حب، مشاعر رومانسية، اجواء لطيفة كتير، عارف لما تحس ان انت قادر تدعم الحبيب او انك انت الحبيب قادر على دعمك، عارف فكرة المشاكل والخلافات وي 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 انها تتحل بتيسر هايل جدا، عندك ده، عندك تيسر حلو كتير في الشأن العاطفي، عندك حالة من الحب، عندك حالة من الطبطبة، عندك حالة من الانسجام، عندك حالة من التفاهم، انت متفاهم اكتر مع الحبيب، عندك ان انت قادر ان انت تتعامل معاه تفهمه ويفهمك في ده، وده اكتر شيء بيسعدك هي حالة الانسجام اللي ما بينك وما بين اللي قدامك. بالنسبة للناس اللي هم مش مرتبطين، في كتير من الفكرة ان احنا نبقى نرتبط بحد، في كتير من حالة الحب، في كتير من ان يبقى في انجذاب ما بينك وما بين شخص ما، قادر اصلا انت على جذب الكتير. لكن بالنسبة للناس اللي هم عندهم بدايات علاقات هيبقى في اتخاذ خطوات مهمة جدا جدا، والمشاكل العائلية عاطفية بيكون فيها كتير من التصالحات، يعني في خطوات فيها مصالحة، فيها بداية جديدة. برج الاسد بالنسبة لك انت عندك اجواء اقدر اقول انها في الشأن العاطفي متميزة على قدر هايل. الوضع العاطفي للناس المنفصلين هتلاقوا ان لو في مشاكل ما بينكم انتم منفصلين وفي مشاكل ما بينكم هتلاقوا بتتحل، يعني في رجوع، في نسبة رجوع، في نسبة رجوع، لكن في نسبة اكتر لحلول، يعني في مشكلة، في حاجة متعلقة بالاولاد، في حاجة مش عارف ايه، فبيكون في حلول، الحلول دي فيما بعد بيحصل ان يحصل في عمليات رجوع، تمام، مع بعض الابراج طبعا، خاصة ابراج نارية اذا كان رجل هو الاسد، فاذا عندنا هذا الامر يعني. طيب برج الاسد اذا في عندنا حلول لمشاكل في الامور العاطفيه، الوضع العاطفي بالنسبه لنا هيبقى عندنا نفسيه حلوه كتير، اهدى كتير، الطف كتير، ده بالنسبه للوضع العاطفي. الامور الاجتماعيه والعائليه في توطيد علاقات عائليه، زيارات، ود، تقارب، عندنا كتير من التحسنات، في اختلاف هايل جدا عن ما سبق، يعني هيبقى عندنا في كتير من الروابط المتميزة، بتعرف الأشخاص الحقيقيين أو بتعرف الأشخاص القوية أو الحلوة أو الكويسة ليك جدا بشكل حقيقي، بتعرف الأشخاص اللي هم عايزين يتعلم عليهم ويتشطب عليهم تشطيب كامل من حياتك، برضو بتعرفهم بقدر هايل جدا، فإذا أنت عندك بتعرف حقيقة اللي قدامك. الوضع الاجتماعي في اتصالات كتير، تواصلات كتير، عندك كتير من الناس اللي هتكون حواليك لأجل الحب، لأجل الاهتمام المتبادل ما بينك وما بينهم. الوضع الصحي، الوضع الصحي عند برج الأسد هيكون عندك كتير من التحسنات الصحية طبعا، بس يوم 19 يوم 20 هنخلي بالنا شوية من التقلبات الصحية سواء الصحة الجسدية أو النفسية، لكن غير كده احنا عندنا الوضع الصحي هيكون في تحسن أفضل بكتير فيما سبق، يعني الوضع الصحي عندنا هيبقى أحسن، هيبقى عندنا كمان الأجواء النفسية بتبقى فيها تحسن هايل جدا، لأن أنت بتخرج من حالة مهمة جدا 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 كنت تعاني منها وهي حالة الوحدة.
طيب هيكون عندك تفكير كتير في بكره، تفكير كتير في ان انا عايز اعمل، انطلق، ابص لحياتي، وي وي وي. برج الاسد ده بالنسبه لي توقعات الاسبوع الثالث، بتمنى كتير اني اكون في التوكم. ما تنسوش ان تشاركوا في صفحه الفيسبوك، هتلاقوها موجوده يعني في اول التعليقات تحت اسمها مي عمر، هي دي الصفحه اللي انا برد عليها من خير من خلال الرسائل. ويعني وادخلوا في الرسائل على طول، يعني لو اي فكره صباح الخير صباح، لان الرساله برد عليها بعدين ما بلاقيهاش، والله بتختفي فين وفين بقى ان انا ممكن الاقيها تاني. فدي نقطه يعني مهمه جدا. برج الاسد بحبكم فعليا من كل قلبي، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.